نادي الزمالك نادي كبير ونادي عظيم غصب عن اي حد، وبيعج بالناس المحترمه اللي ما كانتش واخده فرصه، وعنده رموز عظيمه ما كانتش بتخش النادي، وعنده رموز كانوا سفراء ليه في الخليج، وعنده النهارده. انا فرحت جدا لما نادي الزمالك جاب كابتن بدر حامد يبقى رئيس قطاع الكره في النادي، قطاع الناشئين والاكاديميات والحاجات دي كلها. ليه؟ ده وهو لعيب كان مؤدب ومحترم، كان باك رايت عظيم، كان باك رايت محترم. اخوه شمس حامد اللي كان بيلعب في النادي الاهلي ولعب ماتش 87 بتاع الكاس بتاع طاهر ابو زيد، ولما الاهلي لعب بالناشئين او بالشباب وكسب الزمالك شمس حامد، وده راجل كان في الزمالك وده راجل كان في الاهلي. لما جيب بدر حامد اللي قعد بره مصر 25 سنه منها 13 سنه في نادي الجزيره الاماراتي، وثمان سنوات في العين، وخمس سنوات في الظفره، واربع خمس سنين في الوحده في مكه المكرمه، ويعني تعمل ايه تاني؟ وجايب حاجه محترمه تمسك قطاع الناشئين بعد ما كان في كلام سخيف بيتقال على ناس ما ينفعش اقولها ولا اكررها، بس كلكم عارفينها، كلكم عارفينها. فكانت الموضوع يعني الريحه كانت وحشه في بعض الامور. النهارده انت جايب بدر حامد بقيمته الفنيه وقيمته الاخلاقيه وتاريخه المشرف يبقى مسؤول عن قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وراح مرن في مع بعد الوحده راح اهلي طرابلس مع ساسي بيعون رئيس النادي المحترم، برضو قعدوا سنتين ثلاثه هناك. هنا بقى في النادي، عليه ان هو يحط كل السياسات لكره القدم في قطاع الناشئين والاكاديميات وكل حاجه. هنا نادي الزمالك بدل ما يجيب خبير اجنبي جاب واحد من ولاده اللي عنده خبرات عظيمه يمسك القطاع، ويختار مدربين بناء على كفاءات، ويرتقي بمستوى المدربين فنيا، ويختار على اساس سلوكيات. ده اللي احنا بنتبسط منه في نادي الزمالك لما بيحصل. لايك وشير وصلي على الزين، واهلا بالكابتن بدر حامد في نادي الزمالك، وفاز نادي الزمالك بالكابتن بدر حامد. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. نادي الزمالك عنده صفقة بيتفاوض عليها بس شكلها هتطير من الزمالك الى نادي بيراميدز. صفقة مهمة بيحتاج ليها نادي الزمالك، عنده عجز في هذا المركز رغم وجود ثلاثة فيه، لكن ما فيهمش ولا واحد تطمن له. لا حمزة المسلوسة تطمن له، ولا الواد حازم امام كل شوية عنده اصابات كتيرة، ولا احمد عيد. فبيتفاوضوا على مين؟ على باك رايت المنتخب الاولمبي كريم العراقي. قال لك الاهلي خد كريم فؤاد، ناخد احنا كريم العراقي. ماشي؟ فبيراميدز دايس في الصفقه. والصفقه دي رغم ان الزمالك بيتكلم فيها مع سمير بيه حلبيه رئيس النادي المصري، لكن بيراميدز فلوسه حاضره. بيراميدز فلوسه حاضره. فبالتالي رفض. ايوه بيراميدز هيشتري، رفض انه يرجع عشان الزمالك حبيب، بس هو بيحب الزمالك وعلاقته طيبه بالزمالك، رايح ليه تخش في صفقه الزمالك بيخلص فيها؟ ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تعمل كده. فالصفقه تقترب من نادي بيراميدز، كريم العراقي دخلوا في مفاوضات جد. خد بقى الصفقه الثانيه برضو اللي الزمالك عينه عليها وبيراميدز دخل فيه، محمود شبانة مدافع أسوان لاعب الممثل.